إذن لازلت أواصل الحديث حول إشكال اضطراب القلق. قلنا على أنها مجموعة. في كتاب ركزت على 5، ذكرت الفوبيات والرهبات، ذكرت القلق المعمم، ذكرت الوسواس القهري، ذكرت هجمات الفزع، وهنالك اضطراب آخر نسميه توتر ما بعد الصدمة، بمعنى أن الفرد قد يكون عاش أو شاهد واحد حدثا مؤلما وصادما أو تعرض في الطفولة لشي صدمة ما، وهذا القلق يسكن ذاكرته بحيث أنه ما كيفرقش ويظهر على أشكال كوابيس أو دي فلاش باك يكون مريح تكس تعود الحدث في الذاكرة ديالو كيعود من جديد. إذن هذا أيضا من اضطرابات القلق المعيقة جدا واللي صعيب علاجه. هذا ديال التوتر ما بعد الصدمة. وأنا كنقرا الكتاب ديالكم أستاذ، صادفت ضمن المحاور محور سميتيه الخوف والمخاوف القلقية والفوبيات الرهاب. أعطينا توضيح حول هذه المصطلحات لأنها تقدر تشكل تداخل وخلط لدى العديد. نعم، ذاك هذا هو المحور تبعني الأول. سميته الخوف كما قلت، ثم هنالك مخاوف قلقية، ثم الفوبيات. طلقت كلمة عائلة لأنه عائلة الخوف. شنو هو الخوف؟ الخوف هو أهم انفعال بشري. هذا هي حالة طبيعية، نخاف دوما حين نحس أن هنالك تهديد مرفوق بأعراض معروفة كما قلنا، وكنخافو ملي كنكونو قدام شي خطر معين، مثلا أخافو من وجود حيوان مفترس، هذا شيء طبيعي أن يعتريني واحد رد فعل، احنا كنقولو كما قلنا مع الستريس واحد رد فعل، بمعنى انه الاميغدال ديالي كتخبرني على ان هذا الحيوان خطير مفترس سوف يؤدي حياتك، اذن عليك اما بالقتال او الهروب، وفي حاله الاسد خصنا نهربوا، لا يمكن ان نقاتل اسد، بمعنى كنعرفوا بحدوديه. هذا بالنسبه للخوف. بالنسبه للمخاوف القلقيه، انه منذ قليل قلت على القلق هو انشاء فكري افكار تهيؤات تمثلات، ولكن كارثيه ومهدده ومهول. ولذلك الان تعددت المخاوف، ولينا كنخافوا الاخرين، ولينا كنخافوا العادات. صحيح، ها هي العادات دابا، ونحن في هذا الزمان ديال التملك، بمعنى ولينا نخافوا نظرات الغيب تشكل لنا تهديدا. اذا المخاوف في هذا الزمان تعددت، اذا لم نكسب الاخرين، اذا لم نكن كالاخرين فهذا يهدد. اذا الزمان المخاوف، والمخاوف هنا بمعنى اشياء خلقنا منها امورا تهددنا. إذن بمعنى المخاوف القلقية تحدث قلق. بالنسبة للفوبيا، منذ قليل قلت على أن الفوبيا هي خوف، وهي أيضا خوف بما إدراك أن هذا خطر ولكن مبالغ فيه بالأشياء لا تخيف. أنا أخذت حيوان أو حشرة هي في الأصل لا تخيف، ولكن نخافها بشكل مرضي، ويصعب أن نحلل أو نفسر للمريض أن هذا لا يخيف، لأن الأمر لا شعورية، وساكنة كذا. إذن سميت المجموعة ديال الأشكال. هنالك التراك أيضا، التراك التراك هذا يعتري تقريبا كل المشاهد، ملي غادي يطلع للخشبة وإن كان الارتباك لا كيدخل واحد اللحظة، ولكن هو التراك غير كيدخل ويذهب ولا كيمشي. إذن التراك هو شكل من الخوف يحضر كل من يسعى لتقديم نشاط ما رياضي ثقافي امام منصه معينه. لكن غير يعترف شويه الخوف كيشعر شويه بالتأديب، ولكن هذا ليس مرضيا ولا يعيقه كثيرا. من بين المحاور الاخرى اللي اوليتها اهتمام وهي الانفعالات وليزيموسيون، وحتى في الحياه العاديه ديالنا خصوصا في رمضان، كنقولوا ذاك الانسان منفعل او بالدارجه ديالنا مرمضن. واش الانفعال هو ردة فعل، وشنو الفائده ديال هذه الانفعالات؟ تماما.
موضوع الانفعالات في الوقت الحاضر هو أهم موضوع. أنا أستطيع أن أقول أنه أهم موضوع في علم النفس هو الانفعالات. في واحد الوقت كان يحدد الإنسان ويعرف على أنه كائن عاقل، ولذلك على جذب الخير ديال هذا النرو هذا العلم اللي كيحسم بالدماغ. شنو قال لنا؟ الدماغ هو عبارة عن ثلاثة أدمغة. كاين الدماغ ما يسمى بالكورتكس، وهذا الكورتكس هو الجانب اللي عند الإنسان أو المنطقة الرمادية كنفكرو كنحلو كنصمتو كنجردو كنصوت في اللغة. وعندنا دماغ آخر يدبر الانفعالات هو الدماغ الانفعالي اللامبيك، وهو فين تسكن الانفعالات، وهنالك تسكن الأميجدال في هذه المنطقة ديال الدماغ الانفعالي. وكاين الدماغ الاخر القديم الذي يهتم بالسيرورات والوظائف العاديه، اكل الشرب التنفس، هذه البيولوجيا هو اللي كيضبط. دابا ملي كنتنفسوا ولا كان الجسد يمارس وظائفه كاين الدماغ كيتكفل، ولكن الدماغ الانفعالي. ان هذا الانفعالي يدبر الانفعالات. شنو هي الانفعالات؟ والعلماء قسموا الانفعالات الى قسمين او هما بالتقريب كاين غير اربعه. ثلاثة تسمى غير مرغوب فيها، ماشي سلبية. عندنا الغضب، كاين الحزن، وكاين أهمها الخوف، هذه غير مرغوبة. وكاين البهجة، الفرح، السرور، كذا. ملي كناخذوا هاد الثلاثة، الخوف والغضب والحزن، هاد الانفعالات هو دوما إدراك. ملي كدرك شي حاجة إما غادي يعساريك انفعال، ما مثلا منذ قليل قلنا على انه حين ادرك ان هذا خطر غادي نخاف، حين ادرك انني فقدت شخص عزيز علي ساحزن. دوما انفعال، ادرك الدماغ ديالي ادرك على ان هذا، حين ادرك ان كرامتي قد مست اغضب. الثلاثة بمعنى دوما كنقولوا الانفعال هو رد فعل لإدراك معين، مع الخوف خطأ، مع الغضب إحساس بالإهانة وكذا، ثم هنالك الحزن حين نفقد الشيء يجب أن نعيد أن نقوم بما يسمى بالحداد لدي، بمعنى أنه يجب أن نقر مع نعترف أنه فقدناه، وإلا غادي نبقاو تما حتى نكتئب. هذا بخصوص هذه الانفعالات. الانفعالات عندهم رسالة، ميساج. انا نحكي لك هذه الرساله. الرساله هي لم يضعها الله هكذا، هي رساله تبعث مثلا. اكثر من هذا، بجانب الانفعالات كاين ما يعرف بالاحاسيس، لي سونتيمون. كاين احنا دابا ملي كنهضروا على الانفعالات في الغالب كنهضروا على الاحاسيس. الاحاسيس كاين حسب العلماء اكثر من 90 احساس. مثلا حين اخذ إحساس بالذنب أو إحساس بالغيرة، أنا أخذ مثال غيرة. هذه الأحاسيس هي أولا ذاتية، ذاتية بمعنى كل واحد عنده ديال، بينما الانفعالات الأولى كونية كتظهر على الوجه. هذا هو الفرق بيناتهم. الغيرة ما غاديش تقدر تحسها، ولكن الغضب والخوف والحزن كتمثل باين، هي كونية كنلقاوها عند العالم كله، عامة قليلة في الزمن، لا تمتد كثيرا. ملي غادي تخدم غادي تجيب شهرين يمشي غضبة في دقة كذا، ولكن الأحاسيس بالعكس ذاتية غير ديالك لظروفك وبنيتك وسكوينك إلى غيرك، كتعطيك هذا الآخر. وما يميزها هذه الأحاسيس، لأن حتى الفرنسي كنقولوا لي سونتيمون، بمعنى ما فكرتي فيه هو اللي عطاك تحس به جسديا. والخطوره والرساله ديال مثلا ملي كنكون اتميز بنقص الثقه بالنفس او عندي احساس بالغيره، الرساله وهو انه اللي خصك تفهمها على انه يجب ان تشتغلي او اشتغل على نفسي لكي اتقدم. بمعنى هذه الغيره هو نقص والرساله. ولذلك شنو حنا كنديروا؟ نحن الانفعالات نكبسها، وهو اخطر دابا باش نولي ديك الحاله اللي قلتي على انه الامراض التي نعاني منها واللي قريتيها
تسمحي لي. إذن هذا الكبت ديال الانفعالات من أخطر الأمور، لأنه مع المدة هو الذي ينفجر سيولد مالادي أمراض بحال الأمراض من تماما. ملي كنقولوا لي بسيكوسوماتيك دابا الأمراض، جوج الأمراض اللي كان عندي منها هي أمراض نفس جسمية، بمعنى أن النفسي أفكارك يؤثر على ما هو جسدي. كيف ذلك؟ باش نشرحها أكثر، ملي قلنا بمعنى ملي كان الواحد مقلق باستمرار يعني إفراز مستمر من الكورتيزول، ويقول لنا الأطباء أن الكورتيزول بجرعة قوية هو سم مدمر، سم مدمر بمعنى مع المدة. مثلا خدينا غير مثال ديال السكري، وهو أنه هو اللي غادي يزيد لك المنسوب ديال السكر الدم ومع ذلك نفس الشيء مع كل الأمراض، الكورتيزول في امتداده وفي استمراريته يشكل خطرا. إن هذا حول كذا، غير باش كنقول على أن اللي خطير دابا أن الانفعالات، يقال أن الانفعالات يجب أن لا ننصت لها، ملي كتغضب ولا تحزن كذا يجب أن تنصت للرسالة، لا تقمعها، ما ديرش بمعنى أنه ما كذا، كل تحايل. وكيحكي واحد القصة لا بد أن نحكيها هنا، كيقولوا على أنه لا تقتل المرسول، وهو أنه واحد الملك كان عنده واحد البنت ديالو باغية تزوج ابن واحد العدو ديالو. واحد النهار تحايلات ولبست واحد غطات على راسها، وجابت واحد الرسالة باش تعطيها لباها كملك. هو جا الخبر على أنه بن سورة في علاقة مع الآخر، واستشار طبيعة من وشد السيف وغي شد الرسالة وقتلها وضربها. هو راه هو المرسول ديال ديك الرسالة بلا ما يعرف أنها بنت. ملي فتح الرسالة لقى على أنه قتل ابنته. ولذلك مشى واحد مثلا أنه لا تقتل المرسول، المرسول والرسالة لا تقتلها، تصنت ليها تسمع شنو كتقول. الانفعالات لي زيموسيون دابا تحمل هذه الرسالة بأنه يجب أن نصلحها، مش باش نتفاداوها باش نتقدموا، بمعنى عندي خلل في الثقة في النفس. مثلا ملي كنخاف وانا بمعنى امام امتحان ما كنخاف الخوف من الامتحان، يعني انه خصك توجد الرساله، وهو خصك توجد باش ينجح تماما، بمعنى هو كيعطيك واحد الرساله ايجابيه، ولكن من لا ينصت للرساله سيتحمل عواقبها. الان غنمروا للاضطرابات القلق. ملي كنقولوا الاضطراب يعني حاله مرضيه استاذ، ما هي الاسباب ديال الظهور والانتشار ديال هذه الاضطرابات القلق؟ هذا سؤال ايضا مهم ومرتبط باضطرابات القلق، لانه بشكل عام الامراض النفسيه لا احد يدعي انه هو لانها ليست بسبب واحد، متعدده الاسباب دوما ملتي فاكتوريال، بمعنى متعدده الاسباب، و الاخصائيين يجمعون هذه الاسباب في اسباب جينيه واسباب محيطيه، بمعنى الشق الجيني فرض راسو. الجيني شنو كنقصدو بها؟ اننا نحملو جينات صفات وعلمنا ها كيف غادي نكونو، ها كيف غادي نكونو. واعطيك مثال انه بمعنى انه ان 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 كنلاحظو ضمن بعض العوائل او العائلات عندهم شي صفه ولا شي سلوك معين يورث متوارث، متوارث، وهنا الشق الجيني، بمعنى بحال كنقولوا بدي الجينات ديالهم هذوك البنات الصفه ديالهم كتجعل منهم انهم يتصفون كما يتصفوا بصفات اخرى، اللون البشره ولا باشكال معينه من النفسيات، هنالك هذا المعطى بمعنى هذا ميل غيكون مكتسب. ولكن نحن خصنا نقول ولكن، واخا انها عندها صبغة طابع وراثي، وراثي عندها أرضية، إلا أنها ليست هي الحاسمة، بمعنى اللي كيحسم هو العوامل المحيطية. لذلك أعطيك يعطون مثال، في هذا المثال مثلا إنسان عنده استعداد، هي غير استعداد باش يكون عنده السكري، ولكن إلا عاش واحد الوسط يعساني بالتغذية، يعساني بالنشاط البدني، بالتفكير الإيجابي، يقدر يتغلب عليه. لا 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 سيتغلب عليه. وهكذا بالنسبة للأمراض النفسية، الأمراض النفسية يقلهم، مثلا خدينا غير الاكتئاب، ولا خدينا مثلا
لا سكيزوفرينيا يقال انه 50-60% لاسباب اسباب جينيه. كيكون العامل البيولوجي، شنو كنقصدوا به؟ العامل البيولوجي بمعنى ديك لاميغدال اللي كنا كنهضروا عليها، كل لاميغدال ديالو تولدوا عندك لاميغدال حساسه، وتجرى تجارب بالنسبه للاطفال كنلقاو بالزياد ديالهم كنلقاو هذا هادي وهذا غير هادي منذ الانطلاق. هذا عنده دماغه وديك البنيه حساس جدا، غير شويه كتقلق. إن هذيك البنية البيولوجية هي اللي كتأثر لي على السلوك. كنشوفوها حتى عند الناس مثلا، كنقولوا هذا خاطره واسع وهذا خاطره ضيق، ما عندهمش نفس البنية كما قلتي انت على الأميغدالا. واحد نفس الموقف، ربما نفس الموقف واحد كيتأثر وواحد لا. هذا هو بمعنى ان زاوية البنية ديالو هذا قوية هذا خافتة هذا بسيط ولا غير. كاين عوامل قول ديال التربية هي ايضا ملي كنكبروا في واحد الوسط يخيف غير عندك وكذا وكذا، وينقلوا الاشياء السلبيه ونخوف بكل الاشياء. بطبيعه الحال الشخص يتشرب وهذه المخاوف ويسكنها في ذاكرته. اذا دوما الاسباب هي متداخله ما بين ما هو وراثي بيولوجي وانساني، التجارب الخبرات الوسط العادات القناعات. ناخذينا غير في مجتمع، ملي كيكون مجتمع تحكمه قناعات محده تخيف بطبيعه الحال الانسان ابن بيئته غادي يكبر وهو يخاف. صحيح. وهو لا يزعم وهو لا يؤكد ذاته انطلاقا من وسط مرهق ومتعب. إذن الأسباب غادي نقولوا أنها أسباب متداخلة ومتعددة هي اللي كتعطينا واحد الشخصية واحد هذا الاضطراب. اضطراب القلق. أكيد المتتبعين ديالنا في قناة في جيك 24 وهما كيشاهدوا هذا النقاش، كل واحد فيهم غادي يحط راسه ولا غادي غير مع راسه غيقوم بتصنيف ديال الحالة ديالو، واش عنده توتر، قلق، طبيعي، مرضي. يعني الخبر السار هو أن هذه اضطرابات القلق تعالج. يعني أستاذ، فما هي الطرق التي يمكن أن نلجأ إليها لكي نعالج هذه الاضطرابات؟ نعم أخت منار، أنت قلت على أنه غير نولي لواحد الفكرة، متى يكون القلق مرضيا؟ قلنا وسنؤكد على أن التوتر والقلق هي حالات عالية وطبيعية جدا. أخذ مثال، طفل ولد شي وحده او شي اسره ما جاش ما حضرش، كان كيمشي للمدرسه وما جاش في الوقت. شيء عادي وطبيعي ومفروض على الاباء ان يقلقوا بمعنى ان يشيئوا افكارا ويتساءلوا علاش ما حضرش الى غير ذلك. هذا قلق باش يلقاو الحلول، يمشيو يشوفوا شنو غادي يديروا. ولكن ما ان يحضر هذا هو اللي غادي نوقفوا، ينتهي القلق هادشي اللي بغينا. ما كيمشيش متواصل. ولكن وقتاش كنقولوا على ان هذا قلق مرضي باثولوجي؟ كاين معايير، اخذ الكثافه ديال القلق اللي شي انسى فيه. كاين من الناس من يقلقوا يقيموا الدنيا على سبب بسيط، تافه بسيط، هذا معيار اساسي. بمعنى شنو كيقلق؟ قاعد كذا وكذا وهز هزهم قلق كبير شيء تافه لا يتناسب مع ذاك الموقف الذي اثاره. بمعنى غنقولوا على ان القلق لا معنى له. كاين لا يختفي باختفاء الموقف، الموقف كيمشي وهو متواصل. هذا معيار. والمعيار الثالث والمهم وهو الاعاقه. الاعاقه بمعنى مثلا، واخذ مثال مثلا، انسان يعاني من رهاب اجتماعي، خوف من الاخرين، هذا سيعيقه في تندرسه، في مواصلته في الحياة، في أشياء كثيرة حياتيا ومهنيا، وربما يكون في مهنة ولا يرغب أن يرتقي لأنه يخاف الآخرين وعندوش قدرات لا يثق في نفسه. إن هالثلاثة المعايير هي من يجعل من القلق حالة مرضية، الكثافة لا يختفي باختفاء المثير، ثم انه يعيق الانسان عائليا، اجتماعيا، مهنيا وغيره. بمعنى ان الشخص لا يعود يشتغل كما كان،
إلا بغينا نعرفوا على أنه قلق قلقمة بمعنى أنه يعاني، والمعاناة أكثر من هذا سنقول على أن الاضطراب ماشي يقدر يكون فيه اضطراب الفوبيا ويضاف له القلق المعمم. هناك ما يسمى الفرنسية لكمور واحد بمعنى ترابط الأمراض، ترابط الأمراض، وبالتالي يصل إلى الاكتئاب. والاكتئاب مكرر على أنه أخطر الأمراض النفسية، أنه منظومة ديال الأعراض بمعنى أنه تعيق الإنسان بشكل كبير وتدمره نفسيا وجسديا. يعني كيفاش نقدروا نعالجه؟ تماما، نختم بالسؤال الآخر وهو العلاج. كما قلت الخبر صار أنه تعالج، بل يقال لنا من أبسط الأمراض علاجا وهو اضطرابات القلق. كاين الشكل الدوائي والشكل النفسي. بشكل عام الأدوية النفسية هي ما يسمى بالفرنسية البسيكوتروب، هي خمسة الأنواع. كاين ما يهمنا نحن في اضطرابات القلق، كاين ما يسمى بمضادات الاكتئاب، وكاين ما يسمى بمضادات القلق. ونحن نعرف أن الناس يخشون تضيف استعمال هذه المضادات. واحد الكلمة حول مضادات الاكتئاب، مضادات الاكتئاب هي أدوية، لي زونتي ديبريسيف. وحتى ولو هي الكلمة من الاكتئاب ولكن توظف في مجالات أخرى حتى في القلق. هذه يقول عنها الأطباء أنها ولات تدمن، ما كانش لك الخطر ديال الإدمان. الآثار ديالها إذا تناولنا دابا هذه المضادات، الآثار بعد على الأقل 4 أو 5 أسابيع كيبدا. الهدف منها وهو إزالة والتخفيض من الأعراض ديال القلق. الواحد يبقى ياكل مزيان، يبقى يرجع لنا داك التوازن. التوازن هي الأدوية بشكل عام تحاول تخفيف من الأعراض، هي لا تعالج في العمق، لأنه المريض يعالج الشخصية. الشخصية، ولذلك هذه دورها وظيفتها أنه قد تتناول في البداية، ولا سيما إذا كان اضطراب شوية معيق وكبير، هذه أدوية مساعدة لكي يقوم. إن مضادات الاكتئاب هي مضادات تتناول، هي كثيرة، كان أكثر من 50 دواء كما يعدد، دورها إزالة والتخفيف من أعراض. بالنسبة لاضطرابات القلق تأثيرها مباشر، كيعطي بخبر بمعنى انسان كان يفكر كذا القلب ديالو غادي ينقص، هي تاثير مباشر. الا انها تخلق الادمان، ومن هنا خطورته، ولا تتناول الا تحت اشراف طبيب واللي خصو يتبعك. هذه هي التي يخشى عنها كثيرا، هذا بخصوص الشكل البيولوجي، الشكل الكيميائي الا بغينا. هنالك دابا هو العلاج الانجح والاكثر فعاليه هو العلاج النفسي المعرفي. شنو قصته هذا التيتسي؟ وهو انه يؤكد على واحد الفكره، وهي ان سلوكنا ناتج عن تفكيرنا. اعطيك مثال، ملي كتجيني شي فكره، جاتني شي فكره مثلا اقول ان الناس يكرهونني، شتيهم شنو كيدير؟ فكرة كتعطيك انفعال، كتعطيك سلوك. وهذا الخط النظيم هو اللي كاين. مثلا سأسكن في دماغي واحد الفكرة، أنا غير سكنتها، أنا ليست حقيقة، هو غير كنفسر. والخطورة أن العقل البشري لا يميز، غادي يديها بمعنى أنها صادقة، هي اللي صحيحة. لا صحيحة، وهذا هو المربط ديال الفرس في هذا العلاج. غادي نقول أن الناس يكرهوني، شنو في نظرك شنو الفعل غادي يكون عندي؟ سأغضب، سأحس بأحاسيس سلبية، سأؤنب نفسي إلى غيره، وسأسلك سلوك وهو سأتجنب، غادي نتجنبه، وفي التجنب ليس فيها خير. إذا العلاج المعرفي السلوكي كيولي لك المنظومة ديال الأفكار باش كتشوف في المواقف، وكيحاول يصححها، فيقول لك ربي صحي، غيري إن الله لا يغير ما بقوم تيوان، ما بقوم خصنا نغيرو دوك الأفكار لكي نرى من زاوية سليمة. إذن تيتسي وبالإضافة لهاد التقنيات، وأيضا وأكثر من هذا عنده واحد التقنية ديال التعرض. التعرض بمعنى الحاجة اللي تخوفك سيري ليها.
لا ماشي تجنبها تمام. هذه شي قنيه الكونفرونطاسيون ما بينش حاجه الكونفرونطاسيون هذا هو الدواء النفسي العلاجي. انا ملي كيعطيك مواجهه ملي كيعطيك عقلك كذا اشكال ديال التراجع وكذا قول له لا خصني نولي كما يقع كما ذكرت منذ قليل ديك لا زون دو كونفور اللي باغي غير يبقى في ديك المنطقه المريحه التي ليست هي مريحه لانه يتجنب لانه يخاف يخاف ان يوسع من دائرته لان الدائره الاخرى فيها مخاوف ولكن هي في الاصل ديك المخاوف ايجابيه. اذا بالاضافه لها التقنيات يعلمون اصحاب هذا الحصص طرق الاسترخاء هم يعرفون اهميه التنفس طريقه صحيحه التنفس علاش باش نشير لواحد المساله ايضا جايه من السيونس وهو انه في دماغنا كاين ما يعرف بالدماغ المستقل لو سيرفو اوتونوم. شنو هو السيرفو اوتونوم؟ بمعنى انه فيه واحد الجانبين كاين واحد الجانب بحال الاكسيليراتور واحد بحال الفران. حنا ملي كنسمعوا فكره او خبر او نظره او كذا شنو اللي كدير الخطر كنوطاو على الاكسيليراتور وكتبان دوك الاعراض كتبان الاعراض التعرق القلب التنفس كل هنا وصلنا اوتوماتيزم غير كتجيك فكره مخيفه كاين طارق هكذا. انت التنفس شنو كيدير؟ التنفس بالعكس كاين هذا الجانب كيتسمى لو سيمبتاوي لو سيمبتاوي الاخر تسمى لو بارا سيمبتاوي ديال الاسترخاء وكذا. ملي كتنفس بشكل بطني هادي مباشرة المساج كيمشي للدماغ الامور هادئة كتهدى ما كاينش شي حاجة فيها مشكلة. لأن كاين جوج استراتيجيات في العلاج بشكل عام اما تهدى الافكار ديالك واما تهدى الجسد وبينهما تفاعل. بمعنى ملي تبغي تكون مزيان في صحتك النفسية ايوا هدأ كل ما من شأنه ان يهدئ من تفكيرك لأنه ملي كتفكر بشكل ايجابي شنو كيوقع؟ كيوقع على انه الجسد يفرز هرمونات المتعه الدوبامين الاندروفين وكذا. ملي كنخافوا كاين ادرينالين والكورتيزون ولذلك التفكير هو كل شيء في الحقيقه. بمعنى الزاويه اللي كنشوفوا بها الكاس هل هو مالي للنصف ام فارغ للنصف غير الجواب ديال الفرد كيحدد. اللي كيشوف على انه الفارغ هذا كيكون عنده شويه تفكير سلبي وسيء الى غير ذلك. بالاضافه لهذا دوما في اطار العلاج انه هو منظومه مثلا بواتر النشاط البدني نسولك الرياضه واش من شانها انها تخفف من هاد الافكار السلبيه ومن هاد القلق ومن هاد تيبان لي ما كاينش علاج بحال النشاط البدني. النشاط البدني حتى واحد ما يقول لك عن النشاط البدني حوله اي نشاط ما لان النشاط البدني هو تحريك للجسد كما قلنا هو افراز لهرمون المتعه. ملي كيدير واحد الرياضه ما غاديش يدابس كيكون كيستنشق الهواء الاكسجين كيوصل للجسد كله العضلات تتحرك اكثر من هذا يفرز هرمونات تعاكس الكورتيزول والادرينالين وتعيد التوازن واكثر من هذا تنام جيدا وتاكل جيدا وكيكون المزاج ديالك لانه كاين هرمون ديال المزاج السيروتونين ديال المزاج يتبعه الرياضه. هذه الرياضه هي منجم للخير اذا من نعطيك مثال مرض الاكتئاب. الاكتئاب كمرض يعالج بمضادات الاكتئاب وبالرياضه. وجدوا ان من يمارس الرياضه 30 دقيقه في اليوم افضل ممن يتناول مضاد الاكتئاب. اكثر من هذا لكي يتناول مضاد الاكتئاب غير يوقفوا تولي الحاله الاخرين لا تنتكس. اذا هذه غير المقارنه بين فعل الرياضه ومضادات الاكتئاب. أستاذ بن سليمان حداد شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى تقاسم كل هذه المعلومات القيمة معنا. آخر حاجة شنو النصائح اللي تقدر تقدمهم للمتتبعين ديالنا اللي كيشوفوا راسهم معنيين بهذه الحالة خصوصا في هذا العصر هذا؟
هذا هو أصعب سؤال هو هذا هو النصائح هذا هو المهم كل إنسان يتحكم في نفسه أي خصنا نعرف أنه كل إنسان خصو يدبر حياته مسؤول على مرضه وعلى حياته مسؤول على نفسه إن ملي كنا كنهضروا على التوتر نقول على أن التوتر يدبر يدبر والتدبير هو أن تتحكم فيه ولا يتحكم فيك وقلنا تدبيره هذا التدبير لها التوتر يتم عبر مجموعة من النصائح والتقنيات والطرق لدرجة أنه يشبه هذا بوتوتي ذكرنا الرياضة ذكرنا العشرة الطيبة مع الناس والتفكير الإيجابي بهذا المعنى ولا ترك أكثر من أن أعطيك التأمل هذا التأمل هذا التقنية تقنية احنا ناخذها بمعنى الاخر ملي كنصلي وكذا ناخذ بعض الوقت غير شنو هي هو تركيز على تنفسك فقط ولا تسمح لدماغك وتفكيرك ان يرحل بك لا في الماضي لانه الخطر فين كاينه وهو كنكون هنا وهاد دماغنا كاين اللي كيجبد لا كيجبد ملفات من ارشيف القديم دافس مع هذا وقال لي هذا وكذا وحين يحضر الدماغ لا يفرق غادي يوقع لك بمعناها احنا مريحين في مكان هادي وتجبدي غير كثر حليب دماغك او لا المستقبل ولذلك التقنيه التي تعرف الان انتشارا هدفها شنو ان توقف دماغك تفكيرك فقط في اللحظه هنا والان ici maintenant بمعنى تبقى تفكري وانت تنفسين لنا اللعبه وهو انه ملي كتنفس بالشهيق والزفير وتراقبين هذا راك تبقي التفكير ما كيخدمش كينشغل بحال كاين وهذه من اروع التقنيات شنو كيوقع ذاك اللي قلنا عنه الدماغ المستقيم يشعر بالتوازن ويشعر هنالك طرق عديده للتنفس تخفض التوتر والقلق هذه تبقى لي زاستيس ديال التخفيض ديال القلق مجرب كذا اذا التامل طريقه الرياضه طريقه الهوايه طريقه الاستمتاع طريقه الضحك طريقة. كل ما من شأنه ان يبعد كذا بالنسبه للقلق المرضي هو يعالج خصو بمعنى ما غاديش نقولوا بمعنى انه يعالج الا ما كانش في واحد المدى كبير كيكون بالعلاج النفسي كان في مستويات حاده وخطيره بطبيعة الحال هنا كان إشراء طبيب وشكرا أستاذة وشكرنا القناة على هذا اللقاء ونعتذر على كل هفوات وهذا ما قد يصدر من هذا بغيت نخبركم كذلك على أن الأستاذ سليمان عنده قناة في اليوتيوب اللي بغى يدخل ويستفيد أكثر في هذه المواضيع النفسية فهو عنده قناة في اليوتيوب غادي نخليو الرابط ديالها في صندوق الوصف وكذلك الرقم ديال الهاتف ديالو اللي بغى يتواصل معه أوفياء ومتتبعي قناة في جيك 24 نشكر لكم حسن المتابعة ونبغي نقول لكم أن الكتاب ديال الأستاذ بن سليمان هو متوفر اللي بغى يحصل على شي نسخة يتواصل معنا شكرا لكل الصاهرين على إعداد هذا البرنامج كانت معكم منار محراج في التقديم ما تنسوش تدعمونا بلايك والبارتاج في قناتنا في اليوتيوب نلتقي وإياكم في موعد آخر وشكرا لكم.